إذن ومن الإخوان إلى داعش مشاهدينا، حيث أعلن مفتش عام بوزارة الدفاع الأمريكية في تقرير أن تنظيم داعش الإرهابي يعاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، كما عزز قدراته المسلحة في العراق خلال الربع الحالي من السنة. وقال التقرير إن التنظيم استطاع إعادة توحيد صفوفه ودعم عمليات في سوريا والعراق لعدة أسباب، منها أن القوات المحلية غير قادرة على مواصلة شن عمليات طويلة الأمد أو القيام بعمليات عدة في وقت واحد أو حتى الحفاظ على الأراضي التي استعادتها. وعودة التنظيم إلى الظهور في سوريا مشاهدينا، يضيف التقرير، حدثت عندما خالفت واشنطن رأي قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تطالب بمزيد من التدريب والتجهيز قبل انسحاب القوات الأمريكية. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2018 القضاء على التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور. وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم تمثلت بملاحقة خلاياه النائمة. وتستنفر تلك القوات مشاهدين جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دوريا، حيث لا يزال داعش ينتشر في البادية السورية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى نهاية الحدود العراقية. وأخيرا، يؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على التنظيم لا يعني أن خطره قد زال، مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طرد منها.